أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم، والأهلي في المونديال. بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد، إبراهيم. أهلا بيك يا باشمهندس، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، وكلها بكرة بس وبعده، بكرة وبعده، واللي وعدنا إن شاء الله يفوق إن شاء الله يفوق بعده إن شاء الله. شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. الخميس الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت الدوحة، اللي وعدنا بإذن الله هيوفي بوعده. لعيبة الأهلي هتأدي ما عليها إن شاء الله تعالى. يكون لقاء الأهلي مع الدهير القطري عند مستوى طموحات الجماهير الأهلوية، ويصعد الأهلي من هذا الدور بإذن الله إلى نصف نهائي كأس العالم، كأس العالم للأندية في دورتها ال 17. الأهلي في المونديال، الأهلي في المونديال، وهو يدخل هذه المناسبة الرياضية الكبرى وهو في المركز السادس على العالم. الناس لازم تفتكر كده، عشان اللي حاول يصدر لهم أي نوع من أنواع القلق ولا الكلام اللي ملوش لازمة، أنت بتبني من تحت لفوق دلوقتي. وربنا يسهل وبإذن الله نتجاوز هذا الأمر ونحقق نتيجة كويسة. الأهم كمان المظهر الجيد إن شاء الله تعالى، المظهر الجيد. وعشان يتحقق هذا المظهر الجيد، خلينا نطمنكم النهاردة على بعثة النادي الأهلي وتحديدا على الفريق. الفريق لسه راجع دلوقتي، يمكن حالا الفرقة بتخرج أو بتنزل من الأتوبيس قدام الفندق. أدى الفريق مران مهم جدا، تقريبا هو التراي ماتش. بيتسو موسيماني ركز فيه على كل الشغل التكتيكي اللي عايز يعمله، لكن قرب نهاية التمرينة حصلت حاجة ربما توصل لكم غلط، فخلينا نوصلها لكم صح. بدر بنون المدافع المغربي الدولي في نهاية المباراة خد كدمة خفيفة في الأنكل، في كاحل القدم. الدكتور أحمد أبو عبلة قال إن هي بسيطة جدا، لا تعيقه حتى عن تمرين الغد إن شاء الله، يعني بكرة إن شاء الله الخفيفة دي ما تبقاش موجودة ويتمرن. كويس إنك بتوضح، لأن كان جالي حد من مصر إزاي وصلت وبيقول يا رب تكون خفيفة. لا بإذن الله هي خفيفة عادية، كدمة عادية. كدمة عادية، لكن فيما عدا ذلك حتى الكدمة الخفيفة ديت، لكن الحمد لله محمد هاني شارك في التمرين بشكل جيد جدا. حسين الشحات ايضا بعد شفائه من شد العضل في الخلفيه ايضا شارك بشكل طبيعي جدا. فريق كله في حاله مكتمله جدا، درجه الترقب عاليه. كابتن محمود الخطيب كان حريص انه يكون موجود ومتابع للتمرين ومع الفرقه لحظه بلحظه. هو يعني الحقيقه عايش درجه عاليه جدا من التواصل والتركيز، وده واصل للناس، الاجهزه واصل للعيبه، وهو في اهم من اللي احنا فيه النهارده. صحيح، الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه، الحقيقه كل واحد منهم عامل دوره على اكمل وجه. لو قعدت احكي لكم على برنامج الاهلي يوميا بيمشي ازاي لغايه لما اللعيبه تنام وتصحى الصبح على الساعه 10 تبدا تتحرك داخل الفندق. طبعا فترات الراحه والاسترخاء، اذا كان في بلاي ستيشن، في تنس طاوله، في زياره بين اللعيبه مع الغرف تحت حصار شامل.